قد صار خاطرك تجرب عصير ليمون بس مع بيض، او عصير موز بس مع بصل، او انا اقول لك عصير مانجو مع بهارات تندوري؟ لا اوكي، هاي اللي بتسويه في حلقة اليوم واحتمال نجربه. معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقة جديدة من فورتنايت وسلسلتنا خلط بلط القتلات تحدد المكونات. واليوم انا بسوي شيء بسيط، عصير، بس هاي العصير بشربه دقايق قبل السحور، يعني اذا كان شيء سيء بيتم وياي طول اليوم هني عالق وانا صايم. ففي الحلقة اللي فاتت بعضكم كان يقول ان توزيع المكونات يمكن مو عادل نوعا ما، الاشياء السيئة لازم تكون تحت، وغيره كان يقول لا المفروض العكس. فانا لقيت حل، المكونات كلها بنخليها في الدوامة، وحين لو حصلنا صفر قتلات بنحصل صوص سيزر مال السلطة. حلو مع السلطة بس ابدا مو حلو مع العصير. الحين لو خلص الجيم واحنا عندنا قتلة واحدة بس، شنو بنحصل؟ حلو 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 جبن. فنفس ما تشوفون المكونات السيئة قاعد تصير ورا بعض في البداية، الحين ممكن شيء حلو تعطون اياه، يعني حلو بصل. يعني يا طويل العمر لو خلص الجيم وعندك 3 قتلات مبروك عليك، عصير بصل. اي نعم، خلينا نشوف الحين 4 قتلات. خلاص اعطوني شيء عادل عاد. عنب، ممتاز ممتاز ممتاز. و5 قتلات بيعطينا بهارات تندوري من أسوأ الأشياء الموجودة. يمكن تفاح ولا موز؟ تفاح. حلو، ما عندي أي مشكلة. الحين بدأت تطلع الأشياء العدلة، ولو خلص الجيم وعندنا 6 قتلات بنحصل موز. فأغلب الأشياء زينة بعد قتلات وايد. و7 قتلات بيعطينا بيض ني مو مطبوخ. بعدها لو حصلنا 8 قتلات بنحصل ليمون، ولو حصلنا 9 قتلات بنحصل مانجو. يعني افضل شيئين يمكن حق النهاية. فما اعرف ما اعرف، بس انتو كتبولي لو مكاني شنو المكونات اللي بتفضلونها، كتبولي تحت في الكومنتات. اما حين خلنا نبتدي الجيم يا حبيبي. الجيم الاول ومباشرة هدفنا الفوز. الصراحة ابي افوز من البداية، لان الفوز يسمح لي انا اختار المكون اللي ابي، مو القتلات تتحدد المكون اللي ابي. انزل هني يا رب احد ويانا. حبيبي حبيبي اللي قاعد تكسر في الهواء، والله حبيبي. هاي قاتله. فحين ننتقل من صوص سيزر الى جبن، من سيء الى اسوأ. حلو. اي يتحرك كانه بوت مع وايهه. ها صدناك صدناك، صيدو. لا قتلتي عندك سكار يا الحقير، وتسوي روحك بوت. لا لا لا، هاي فعلا حقير يا جماعه، عنده سكار ويسوي روحه بوت، اللون يتحرك يمين ويسار. والله الناس فعلا تمللوا من اللعبه اللي قاموا يسوون هالحركات. احتاج سنايبرك يا اخوي، شكرا لك. اوه اكاهيه. ايه البوس تعالي. نزلت تحت ساعده مسكينه. تعالي بوس، شكرا لكم. اعطيني السهم، احتاجه واحتاج البطاقه، ونحرك من هنا. شكرا لك. يلا يا ضبطوني. اسلحه رهيبه عجيبه كذي، لانشر دروع 50. ممتاز ممتاز ممتاز. مربعات شنو بعد فيه؟ بس نحتاج مدكتات، نحتاج مدكت وبشده. متامل احصل شاتجن افضل من اللي عندي، بس يلا يمشي الحال يمشي الحال. حبيب حمان حبيب حمان، والله بكل سهوله كان عليك تصعد هني، تركب الهليكوبتر وتمشي. قمت تسوي هالحركات ليش؟ هيل شويتين كذي، الحين نروح ندور ناس. في زون مسكت، يمكن في ناس قاعد يركضون على اطراف الزون. في احد هناك؟ في احد هناك؟ لا 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 تطلق علي، منها تطلق علي. في فايت اسطوري هني ما كنت اشوفه من الهليكوبتر، وفي هليكوبتر هني، في احد فيه. لحظه. هاي واحده، هاي الثانية. اوكي لعب هليكوبترات. ها يا جماعة لعب هليكوبترات. حلو، في واحد قاعد يطير هني. والله هارلك اسمك حلو يعني، بس هارلك السهم مع الهليكوبتر مزيج ولا احلى يا جماعة. قتلتين يعني لحد الحين عندنا بصل، وانا ما ابي اشرب عصير بصل الصراحة، فبامشي حق الزون ولا بروح اخذ نوته ولا مورده، مع اني احتاجهم. يلا نبي بعد قتلات بالهليكوبتر. والله محول الوضع اي سي 130، قاعد بجوم 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 مفجر على راسي واسوي ريلود وانا في الهواء. بس اوكي اشوف واحد هناك قاعد يحاول يطير لهم. حلو اني قاعد اشوف الفايت كامل بدون ما هم يعرفون مين قاعد يطلق عليهم او شيء. الهليكوبتر غش 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 يا جماعة. 3 قتلات يعني عندنا
عنب، اوكي قريتها برياني ما اعرف ليش، عنب ممتاز. والله الهليكوبتر مع السهم اسطوري اسطوري اسطوري. تقوم تتسبب على الناس وهم فايتاتهم معرقين، ما تخسر لا موارد ولا هيل ولا اي شيء. اوه في فايت ثاني، يعني حمان المتسبب من السماء موجود موجود. في احد هني؟ والله غش والله غش والله غش والله غش يا جماعه. هاي جيم للزمن يا جماعه، حاليا عندنا اربع قتلات يعني بهارات تندوري، نحتاج بعد قتله ونحول على التفاح والموز والاشياء الزينه ذي. اتوقع بعد شوي بضطر انزل لان خلاص الزون وايد بتصغر. اوه هو فايت هو فايت يا جماعه، حرفيا اربع قتلات وانا بس بالهليكوبتر بالسهم. وصل لحق تفاح ممتاز، شربني عصير تفاح، ما عندي ما عندي اي مشكله. زين الحبيب بيروح حق اللوت ماله. اوف 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 اوف، شوفوا 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 قاعد يطلق عليه، يبي يطيح، طاح ومات. لا 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 لا، اوكي نزل من الهليكوبتر الحين بعد ما تدمج عدل. اخر اثنين هناك حلو. اذا بعد قتل نحصل موز، فحين نقدر نقتل احد اتوقع منهم بكل سهوله. تعال تعال حبيبي تعال تعال يا حبيبي يا عبد الله عمر تعال. اخر شخص بس اخر شخص نحصل سبعة بيض. اوه طبعا لو قتلته انا اقدر اختار المكون اللي ابيه، ما بيهم ان حصلنا بيض فما عندي اي مشكله. قاعد يخسر موارد على الفاضي وقاعد يموت من الزون. ما عندي اي مشكله، سوي هالحركه للابد. انا بحرك على الزون يا حبيبي، انا محرك على الزون. خلص مواردك على الفاضي. اخ يا مسكين والله يا مسكين. اي اوكي حمان يا غبي، حمان يا غبي، والله العظيم لو قاصدها ما موت بهالطريقة. صح اغلبكم انا متأكد اغلبكم الحين ايش بيقول لي؟ بالعمالة مت لان تبي موز، ست قتلات موز صح ولا لا؟ بس انا غبي، انا اقول لكم انا غبي، لو فزت انا كنت اقدر اختار موز. بس صراحة يعني تعرفون مو عادلة افوز بعد ما مسخرت فيهم، فابي جيم ثانية ما اسخر فيهم بعدين افوز. مشيت ما مشيت اوكي، خل حق باقي الايام عشان نشوف باقي المكونات اللي بنحصلها. انا خايف من البوتات اكثر من اي شيء ثاني الصراحه. اوكي هاي قاتله هاي قاتله هاي قاتله، بسرعه 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 بسرعه، ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. واحد هني لا، قتلتين يعني بصل. لا 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 يا جماعه، والله تبا لك ومظلتك الخايسه. زين يا جماعه باقي حرفيا 8 دقائق على الاذان، واللي معناته انه مستحيل العب الجيم الثالث وافوز فيه لو شنو كانت قتلاتي مرتفعه، فبالتالي ما بلعب الجيم الحين بس بلعبه اليوم اللي بعده، فبتشوفون ثيابي غير بس. فيلا واحد اثنين والجيم اللي بعده نفس ما تشوفون بدلت لان هاي اليوم اللي بعده. بس اتمنى اتمنى ما سوي قرارات متسرعه نفس امس، لان اليوم باقي ساعه وشي على الاذان، وحاليا ممكن نسوي عصير بصل مع موز، وانا احتاج الفوز ولا شيء غير الفوز بس عشان اقدر احذف البصل من عصيرنا. انا جاي حق الرئيس مو جاي حق اي شيء ثاني، جاي اخذ السهم ويمكن الخزنه على خفيف، خلينا نطر شنو داخلها ونمشي بس. يلا يلا حضره الرئيسه شلونك؟ جاهزة؟ إلى الموت؟ لا لا طلقين لا طلقين، إي أوكي عشوة 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 عشوة، تعالي. شكرا حضرة الرئيسة. لا 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 لا. خذلك على وجهك، قاعد يطلق علي بسل من هناك. عيب عيب يا ريال ما يصير. هاي الأسلحة اللي بيها، هاي الأسلحة اللي أنا جاي لها من الأساس. ربعاتنا هي الفل، حاليا اسلحتنا ممتازه، عندنا شاتجن، عندنا الهليكوبتر اللي الحين بنروح له، عندنا السهم، ما اتوقع في شيء ثاني احتاجه. هليكوبتر العزيز
نروح عالزون ونبحث عن الناس. لاما هل يسوى الطمع ان ننزل لها؟ اي يسوى يسوى يسوى. شكرا شكرا شكرا. وات؟ ليش؟ خذ لك. لا زال هناك؟ اي والله كان لا زال هناك. كذي خذ على وجهك. يلا بس لا تدمج هليكوبترنا، انت مالك دخل، هليكوبتر يطير في السماء، طلق عليه ليش؟ ها قل لي ليش؟ انا ضريتك، انا سويت لك شيء، ما كنت ارى عنك حتى، بس شكرا لك. طير فوق وندور ناس. اوكي، انا اشوف واحد هني، اشوف واحد هني. هل هذا وقتي عشان اصيده؟ يمكن. اي نعم، هاي وقتي عشان اصيده. دخلنا الزون. اوه احبنا هني. باي. مللت مللت حرفيا مللت. ترى شو التكتيك اللي بسوي بعدين؟ لا كأنه دخل في فايت ويا معرق ثاني، كأنه اي نعم هاي ضبطت اللي ابي، معرق جاب المعرق وانا ارتاح بس افوز في الجيم في النهاية. وات 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 ليش؟ لا 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 هيل 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 هيل. السهم مشكلته ما ينفع في النهاية، جدا سيء في النهاية. اوه صادوه 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 صاحبنا. مين صاده؟ اتوقع راعي السهم اللي هني. خذ لك على وجهك السهم، السهم الأسطورة لا زال موجود، لا زال ينجز يا جماعة. اي 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 هلا بيكم، ابيكم تحاربون هاللون؟ اي اي نعم. اوه ما صدته ما صدته ما صدته. لا خذ لك واحدة زعلك هاللون انت مع وجهك، روح. هاي كأنه كان عندها هيفي سنايبر، المفروض اروح له، المفروض اروح حق الهيفي سنايبر ماله. عطني مواردك. اوه درام جن ممتاز. هيفي سنايبر. لا 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 لا. انا سويت يا جماعه حرفيا هالحلقه يمكن قاعد اسوي اغبى الاشياء على الاطلاق، وكل مره الحمد لله انه تضبط وياي لانه يكون الشيء مقبول نوعا ما. شوفوا يا جماعه اثنين معرقين، هاي بالراحه اعطيهم سهم بينهم هم اثنيناتهم ميتين. والله انا تعرفون كلب اللوت المسمى حق الشخص اللي اللوت يعميه فيموت بسبه اللوت، هاي انا حرفيا كلب اللوت. فحين لهالسبب بضطر اسوي عصير مكون من موز عنب بصل، كل على وجهك او اشرب على وجهك بصل، تستاهل حمان على غبائك ذي. زين يا جماعه فحين بنسوي العصير، فبناخذ مال الخلاط، اول شيء بنحط الاشياء اللي ما تحتاج تقصص مثل العنب، بس نزلهم هاللون هني. فالعنب عندنا جاهز، الحين نروح حق الموز. انا جايب ذي نفس ما تشوفون ماوس باد ديفو، ينفع حق اللعب والجيمنج وكل شيء، وفي نفس الوقت ينفع حق تقصص العنب والبصل. عنب هاي موز، اوكي ما عليكم مشولي. قصص الموز قطع كذي بس عشان ينخلط اسهل. فحاليا عندنا عنب وموزتين، ممتاز كل شيء ممتاز. نروح حق الاخياس كله البصل. ما اتوقع في احد منكم توقع انه بيدخل حق مقطع فورتنايت بيلاقيني اقصص او اقشر بصل. المهم الحين بقصص البصل الى قطع صغار 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 عشان ما يبين حتى. عيني قاعد دمع يا جماعة بس ما تشوفون. هاي البصل وخليناه، وبعد بخلي شوي بعد زيادة عشان لا حد يقول شيء ليش خليت موز وايد بصل أقل. لا لا فنفس ما تشوفون خلاص هاي البصل حطيناه بكبرة، صار عندنا مزيد كذي، والبصل فوق هني، موز وعنب. نضيف شوية ماي حق الشيء عشان يمتزج ويا بعض، شوية ثلج. اوكي ونبتدي المكس اللي الله يبعده عنا الصراحة. الريحة 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 يا جماعة، حان وقت لحظة الحقيقة نفس ما يقولون. دعواتكم. اوكي اوكي الريحة 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 الطعم ممتاز لان تحس بالعنب والموز،
بس البصل يعطيك نكهه لون بريحه خايسه كذي، فاتوقع لو تشم ريحه العصير جدا سيئه. عمود الله يستر الله يستر. اديب عود شاي كنا عصير موز، كنا ريحته شلون؟ عصير موز، عصير موز في جرجيره وبربير شيء شيء. جرجيره وبربير حلو. ها طعم شلون؟ هو موز ايه بس زياده عليه اتوقع باقل او شيء كذي. في خضره، في خضره، في خضره بس هي بصل. بصل اقول انا. عصير الاساطير. لا انا اثق في حمان، انا اثق في حمان. شم ريحته اول. موز، في موز مع شويه جرجير. شكله مال شنو؟ جرجير. ها اوكي حمان ايش حاط فيه؟ جرب. اكو دخلت الزون. ها عطى راشفه قويه هاللون، يمكن تي لك قطعه. باقل. لا زين خليني اقول لك، في موز، عنب وبصل. المهم يا جماعه سلسلتنا خلت بلط، اذا تبون نواصل عليها زر اللايك والاشتراك بيخلوني اواصل على هالسلسله ومبدع فيها اكثر، فاذا عجبتكم اوصيكم يعني، واذا تبون تشوفون المقاطع اللي فاتت من هالسلسله تقدرون تضغطون هنا، واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هنا، ونشوفكم بحلقه ثانيه.